نعود إلى موضوع ليبيا، سر تحديدا كيف داعش عاد إليها رغم الإعلان عن تحريرها من مدينة مصراتة. معي الصحفي محمد عقوب، أهلا بك معنا سيد محمد. هل كان متوقعا هذا، وكيف يعود داعش لسرت، ولماذا؟ نعم، حقيقة داعش بالفعل عاد للظهور من جديد في جنوب مدينة سرت قبل أيام قليلة فقط. يعني رأينا تداول مقطع فيديو منسوب لوكالة أعماق التابعة للتنظيم يظهر نقاط التفتيش وبوابات الاستيقاف في جنوب المدينة وفي منطقة أخرى هي قريبة جدا نسبيا إلى وسط سرت، هي منطقة أبو غرين. وإعلان التنظيم لظهوره وتواجده في مناطق مختلفة من جنوب مدينة سرت ومناطق من وسط ليبيا يدل على فرار العديد من المقاتلين الذين تمكنوا من الفرار والهروب أثناء الحملة العسكرية التي أفضت إلى تطهيره من مدينة سرت نهاية العام الماضي. يعني هؤلاء المقاتلون في جلهم ينضمون إلى سرية الصحراء أو ما يعرف بسرايا الصحراء في التنظيم، وجلهم من المقاتلين الأجانب. يعني رأينا كذلك الهجوم على بوابة الفوكهة التي أدت إلى مقتل 10 جنود من أفراد الجيش الليبي، وكذلك يعني البوابات الاستيقاف التي يقوم بها التنظيم بين حين والآخر. عودتهم خطيرة أكثر مما كانت في السابق قبل طردهم، أو هي مجرد إثبات وجود خاصة بعد وضعهم والجبهات التي يخسرون بها في بلدان أخرى؟ هي أساس وجود، لأن التنظيم يعتبر الآن في ليبيا مشتت ولا وجود لأماكن معروفة ومحددة له. يقولون بأنهم يعني سيقومون بعمليات ويعني سيسيطرون على مناطق، ولكن ما يدل يعني بأنه مشتت ومنقسم هو حتى يعني بوابات الاستيقافات التي يقوم بها التنظيم لأخذ المعونة والأكل من الناس الذين بحسب ما شاهدنا فإن العديد من الأهالي هناك، يعني من رعاة الأغنام تحديدا في الصحراء، يقولون بأن أفراد يعني قليلون جدا يأتون نعم. إليهم ويأخذون منهم المعونات وما إلى ذلك. أنا يعني في نعم، شكرا، أشكرك، أعذرني انتهى وقتنا، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات من مدينة مصراتة الليبية، الصحفي محمد عقوب.